بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على الاستقامة حتى ترضى عنا، آمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. قالك العمل سيء، قلت اللسان وهو مردود عليك، حتى العمل ذاته فهو فلا في قدر شبه مطلق أو مطلق في السوء. ساء قالك ربي ما كان يعمل، أو قالك المر افتح لك الباب للحظة دي وما بعدها لعلك تصلح حالك، تجيك شهادة من الله بهذا المستوى. العاقل يقول لك صار، وربي قال لي ساء ما عملت. انا لا، انا راني ما زلت في مسك من العقل، مش شد الطريق تو. وربي تواب بالله، وكان جي بقراب الدنيا فلا ذنوبا وترجع اليه صادقا، يفرح بك ويقلب سيئاتك حسنات، ونعم المولى وخزائنه ملأ بالخيرات. فهلموا يرحمكم الله، وافتحوا بصائركم على حقيقة الله سبحانه وتعالى، فهو لا يمل حين ترجع إليه، فهو يقول وإن عدتم عدنا، عودوا إلى الله يعود إليكم. نسأل الله السلامة وقت ما نكون في حاجة، لا بنفاق ولا بكفر ولا بإلحاد، نسأل الله السلامة.